السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. يا أخوان، في الطبعة الرابعة، طبعة جديدة للقرآن الكريم في إحدى الدول العربية والإسلامية، وهذا شيء نعتز فيه أن دولنا الإسلامية والعربية تطبع بالقرآن الكريم ومحافظة على الهوية الإسلامية. ولكن القرآن انتشر بانتشار شبه، يعني بعض الدول وصل القرآن، هذا القرآن سورة الإسراء، سورة كريمة في القرآن الكريم، اللغت انحذفت وحطوا مكانها سورة بني إسرائيل. وهذه الصور أمامكم، وشوفوها يا جماعة، تأكدوا من الطبعة الجديدة. إذا حصلت القرآن هذا، ودي أقرب مسجد، أقرب يعني شيء إسلامي، هذا القرآن لا ينتشر. صورة بني إسرائيل يا جماعة حاطينها بداية صورة